مركز عربي ومن ضمن انشطته مطبخ عربي او عربي كيتشن. بنحاول نعمل حاجه جديده في اسكندريه ان شاء الله. ان شاء الله 2018 هتبقى سنه جميله على الكل، ومعانا كرو من الشيفات ما شاء الله عليهم كلهم متخصصين ومنورينا دايما في عربي كيتشن، ونتمنى ان احنا نفيدكم، لان احنا شعارنا في مطبخ عربي ان احنا نقدم كل ما هو جديد عن الطهي وفنونه وكل حاجه خاصه بالمطبخ سواء نظري او عملي، سخن بارد حلويات، كل اللي انتوا هتتمنوه ان شاء الله هتلاقوه في مركز عربي مطبخ عربي. وان شاء الله كمان مش بس للهواة او لرباط البيوت، لا للشباب والاطفال، وكمان معنا مجموعه هايله من الكورسات الخاصه بالشيفات المحترفين، واي معلومات نقدر نفيد بيها الشيفات احنا معاكم، ودايما منورنا في مركز عربي. اهلا ومرحبا بكم، واحب اعرفكم بنفسي. انا علي نصر الدين، استشاري اجزاء ومشروبات وتشغيل، ومدرب طهي وضيافه، وبنتهز فرصه الاعياد والعام الجديد، وبتمنى كلكم عام سعيد ان شاء الله، كل خير وفرح. وبخص بالتهنئه مدام لمياء موجود وفريق عملها، فريق عربي كيتشن، وبشكركم على حسن ضيافتي في 2017، وبتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل اعمال مشتركه ناجحه في 2018. وكل سنه وكلكم طيبين ومصر كلها بخير وعام سعيد ان شاء الله. مساء الخير، انا منى البنا، الاونر بتاعت مطبخ منى بتي لتعليم الطهي. اولا احب اقول لمطبخ عربي كل سنه وانتم طيبين. احنا فخورين جدا بالتعاون مع مطبخ عربي. ابتدينا كورسات مع بعض السنه اللي فاتت، وان شاء الله هيبقى في مزيد من التعاون ومزيد من الكورسات الجميله مع مطبخ عربي منى بتي. استنونا وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بداية اسمحوا لي اعرفكم عن نفسي، اخوكم الشيف ياسر حاحي من سوريا، العمر 35 سنة، مقيم في مصر، عضو الجمعية السورية للطهي، وكمان شرفت اكون عضو في جمعية الطهاة المصريين. حبيت اطلع من خلال المطبخ العربي اوجه لكم التحية واقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون سنة 2018 سنة خير ومحبة وسلام وتحية كل الامان يا رب. كان لنا تجربة جميلة في مصر ب 2017، ومنها تعاوني مع مطبخ عربي اللي بيقدم فيه كورسات وخدمات جميلة قد تفيد كل ست بيت وكل الأخوات المقبلات على الزواج وكل الشباب. قد تكون مفيدة وإفادة كاملة، وقد تكون إفادة جزئية، ولكن بالنهاية هي إفادة. كنت سعيد بهذه التجربة لأنه كنا مع كوكبة من شيفات مصر اللي بوجه لهم التحية، اللي أنا بحبهم كتير وبعزهم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وما بننسى الصف الرائع في مطبخ عربي اللي كان على قدر المسؤولية من التنسيق والتخطيط والتواصل مع الجميع، بداية من مديرة المطبخ المدام لميا وكل الصف اللي معها، وبوجه لهم تحية وأقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله التقدم وازدهار بإذن الله. وأقول لكم أنتم كمان كل عام وأنتم بخير، وأكيد أنتم حتتابعوا الجديد والمفاجآت في مطبخ عربي من خلال صفحته على الفيسبوك، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكم وللجميع، وكل عام وأنتم بخير مرة تانية، وإن شاء الله تحققوا كل أمانيكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مساء الخير عليكم، مصطفى أسامة معكم، واحد من ضمن شيفات فريق عمل مركز عربي. في مركز عربي احنا بنقدم كورسات لزبايننا الممتهنين في الطهي او للهواء اللي بيحبوا المطبخ عامة. عاملين الفيديو ده علشان نتمنى لكم سنة سعيدة و2018 جميلة علينا كلنا ان شاء الله، يومكم سكر. انا شيف نهى صالح، بكالوريوس سياحة وفنادق، وحاصلة على دبلومة الهيومن ديفلوبمنت من جامعة كامبريدج البريطانية، والاي تي او تي من جامعة الامريكية، وحاصلة على لقب سيدة المطبخ العربي في مهرجان المرأة العربية للابداع، وشهادات الميرت في معرض الهيس السنوي، وبحضر في الوقت الحالي دراسات عليا في ادارة فنادق جامعة حلوان، وشيف تنفيذي في سانشاين ديشز. النهارده جايه اقول لمطبخ عربي كل سنه يا مطبخ عربي وانت طيب، ودايما من نجاح لنجاح، وانا مبسوطه جدا ان انا واحده من اسره مطبخ عربي. بتمنى المطبخ عربي كل التوفيق والنجاح في 2018، بتمنى لكل الناس كل السعاده وكل الخير، ويا رب كلنا نحقق اللي احنا بنتمناه، وتبقى سنه 2018 تبقى سنه خير وسعاده علينا كلنا.
كل سنة وانتو طيبين. أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتو طيبين. يا رب السنة الجاية تبقى أحسن سنة عليكم وتحققوا فيها كل الأمال اللي انتو نفسكم تحققوها السنة اللي فاتت. زي ما شايفين كده في الباك جراوند، أنا في مطبخ عربي. مكان جميل جدا ومحترم جدا، والأونرز حتى الفكرة بتاعهم محترم جدا. يا ريت تيجوا تشرفونا هنا وتشوفوا اللي بيحصل هنا، بنعمل كلاسز وكورسز لطيفة جدا لكل الليفلز لكل المستويات. شيفس ونان شيفس كمان في نفس الوقت. ان شاء الله طيبين، اشوفكم بعدين ان شاء الله.